تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه شكر وتقدير من معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رفع فيها الى سموه خالص التهاني واطيب التبريكات بمناسبه افتتاح دور العقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. واعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن شكره وتقديره على دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود المخلصه التي تبذل من اجل رفعه مملكه البحرين عبر تعزيز التعاون البناء بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه في ظل القياده الحكيمه لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واختتم معالي رئيس مجلس النواب برقيته بالابتهال الى الله تعالى ان ينعم على سموه بوفور الصحه والسعاده وعلى مملكه البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار